بداية الأخبار مع منتخبنا المصري لكرة اليد واللي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني، وده بعد فوزه النهاردة على الأرجنتين بنتيجة 34-27. منتخب مصر قدر يحقق الفوز في ثلاث مباريات ابتداء من البجر ثم النرويج ثم الأرجنتين. خسر من الدنمارك وتعادل مع فرنسا وكان قريب جدا من الفوز، والحقيقة أن فرنسا اللي تعادلت مع منتخبنا الوطني. منتخبنا قدر يحقق عدد كبير من المكاسب أهمها عودة كريم هنداوي اللي تألق بشكل كبير، ده غير مشاركة أكرام يسري واللي عمل مباراة قوية جدا جدا ومحترمة. يمكن الشوط الأول ما كانش أفضل حاجة، بس رجالتنا رجعوا في الشوط الثاني وقدروا يحسموا الفوز.